تتصاعد حدة الهجوم الإعلامي والسياسي ضد الحكومة الشرعية والمملكة العربية السعودية من قبل الماكينة الإعلامية التابعة لمجلس عيدروس المدعوم من الإمارات. تصاعد الهجوم جاء بعد التحركات السعودية الأخيرة وزيارة السفير آل جابر لعدن وبعد إعلان الموازنة العامة للدولة. اللافت في الهجوم الإعلامي من قبل مجلس عيدروس المدعوم إماراتياً هو استخدام مفردات تتطابق مع لغة خطاب صالح قبل اختلافه مع الحوثي، ويتطابق أيضا مع هجوم الحوثي على الشرعية والرئيس والحكومة واعتبارهم أدوات بيد السعودية. فإعلامي عيدروس يتحدثون عن تحالف الرياض في إشارة إلى الشرعية والرئيس هادي وحلفاء المملكة. وبتتبع خطاب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، فقد انتقل بحسب مراقبين من مرحلة ابتزاز الشرعية إلى مرحلة ابتزاز السعودية بشكل مباشر، إذ أن بيان عيدروس الأخير وإعلان التصعيد ضد الشرعية جاء على العكس من التحركات السعودية الداعمة لها، وآخرها زيارة السفير آل جابر وتأكيد دعم بلاده للحكومة. وفي حين فضلت وسائل الإعلام الإماراتية الصمت أمام الدعم السعودي الكبير للحكومة الشرعية، يقول محللون إنها أوكلت مهمة التصعيد ضد الشرعية والسعودية لأدواتها المتمثلة بالمجلس الانتقالي والمكينة الإعلامية، بل إن البعض ذهب للقول بأن تصعيد مجلس عيدروس ضد الحكومة وما تلا ذلك من هجوم إعلامي من أنصار المجلس ضد السعودية، وأيضا رفض إماراتي لوجود السفير السعودي في عدن الذي جاء على ما يبدو وفق تحرك سعودي واسع لمساندة حكومة بن دغر في مواجهة الحالة الإماراتية المهيمنة على عدن والسواحل والجزر. ذلك أثار أسئلة عديدة عن أهداف الإمارات من تحريك أدواتها ضد الشرعية والسعودية، وما إذا كانت تستعجل صراعها مع المملكة في محاولة منها لفرض أمر واقع مبكر.